آمنة تيتول الجرنازي، والمعروفة عند الأقارب وعند المقربين مني منى في أحداث 84 اللي معروفة هي بباب العزيزية اللي تنتمي لجبهة أنقاذ ليبيا، فدائي من الفدائيين اللي اسمه هو صالح المؤدب، جانا لحوشنا لبيتنا وهارب طبعا من أعوان النظام، فالتجأ لنا والحمد لله بفضل الله لقى نعم الملجأ والمنجأ، حوالي شهرين و 18 يوم قعد عندنا، وشاء القدر أن يكتشف أمرنا، والساعة 2:30 بالليل جتنا مجموعة وتم القبض علي أنا وأمي، يعني طلبوا منا إن إحنا لازم نمشي معها. طبعا وصلنا لبوسليم وحطونا الخرقات على عيوننا واجتزنا هيك ممرات نحس فيها طويلة، وفي الأخير حطونا في زنزانة ضيقة أنا وأمي، نحونا الخرقات وقعمزنا في الزنزانة. تاني يوم مباشرة اللي هو صباح جمعة تم استدعونا للتحقيق، كان مدة التحقيق بالنسبة لي أنا 6 أيام وأمي يومين. حاجة من الحاجات اللي زادتني يعني زادت معناتها في عذابي في السجن هي موقف أمي مني، لأن أمي من أول الأحداث لما جانا صالح هي خافت من النظام، ومرأة كبيرة وكلها، وقالت أنا عارف النظام هذا ما يرحمش، فخلوه يمشي على حاله، ما تبلغوش فيه لك خلوه يمشي على حاله، لكن احنا حنينا عليه وما قدرناش نسيبوه. فأمي حملتني المسؤولية، فكانت تقول لي أنت السبب، أنت وصلتيني للسجن. فأول يوم حاولت نكلمها بالتحقيق نسألها شن قالوا التحقيق، فهي دورت وجهها للحيط وقالت لي ما بيكش تكلميني. هذا أثر فيه يعني هلبة، لأن أمي يعني نكونوا في حجرة واحدة وما نتكلموش، يعني أنا محتاجة نشكي همي وهي أكيد محتاجة إن حتى تقولي شن صايرة، لكن كنا زي الغرباء. ومصممة أمي إني معاقبتني إني متكلمنيش لغاية، لكن بدت الأوضاع تتحسن بيني وبين أمي لما إحنا اجتمعنا بأخوات سجينات تانيات سياسيات، فهم كانوا يدافعوا علي هلبة، معناتها الحق يفهموا في أمي أني أنا موقفي كان سليم وصحيح ومش مشين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فأمي بدت تحس تتغير في نظرتها لي وتتقبل في الوضع. طبعا إحنا السجينات السياسيات اللي كنا 10 نفر حولونا للجديدة، فلما حولونا للجديدة من السجن النسائي الوحيد ذيك الفترة اللي معروف في طرابلس، فهم فصلونا احنا السياسيات فصلونا على الجنائيات من ثقب نبدو نكلموا فيهم، هم ما يشبحوناش شكلنا ما يعرفوش، لكن احنا نعرفوهم. طافي واحدة منهم عندها قضية مخدرات، طلبت منها ان تغامر وتمشي لأهلي تجيب لي منهم رسالة وتطمني، ومشت وجابت لي رسالة، ولتو عندي الرسالة ورسالتها، وعندي صاحباتي اللي في السجن شاهدين على الواقع، وأختي شاهدة على الواقع، وأمي جن جنونها لما عرفت تقول لي أنت ما ترتاحيش لين تجيبي حتى نبيها صبري وصارك، يعني معقولة تقول لي يا مجرمة تبعتي مرأة من هنا للحوش وتجيب لك رسالة؟ خلاص يعني نبي نطمن بأي طريقة، ما عادش تفقدي أنك التوازن، ما عادش تقدري العواقب. طبعا بالنسبه لاطفالي انا خليتهم في هذيك الليله اللي تم فيها القبض عليا، وكانت يعني انا قلت لك بطريقه مرعبه لما اخذوني منهم، ما عاد شفتهم لغايه بعد سنه بالضبط تم التحقيق معي، ووعدوني بزياره وما كنتش انا متوقعتها، لان توقعت ان هي عمليه استفزازيه. ثاني يوم بعد سنة بالضبط جوني صاري زيارة، وكنت متوقع أنهم بيجوا مع خالهم صبري، فكنت يعني مكون أكثر مرتاحة للزيارة، لكن هم جابوهم لي بروحهم، فكان الموقف صعب، ما عرفتش كيف نواسيهم واللي يواسوني، وقد ما حاولت نشد نفسي غلبتني نفسي، فقعدت نبكي نعيط وكله، وهم يبكوا الكبار وكله، وبالنسبة لي في ليليا ووسام الكبار كانوا يعيطوا، وبالنسبة لي فريال وأحمد كانوا يتهربوا مني، مش معترفين بي أن أمهم، كانوا مسكين في خوتهم الكبار، فخليتهم على راحتهم وقعدت نتكلم معهم وكله، وكانت زيارة ما تمنيتهاش، لأن ما كانتش زيارة هي، معناتها كانت ما تمنيتهاش وخلاص زيارة.